مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. اليوم من ديك المحدي ملعب نادي الشانفيل. الشانفيل عم يستقبل بيروت بمباراة رح تكون كتير حلوة. ما ننسى انه بيروت خسر اول 3 جيمات، رجع ربح 4 انرو. اليوم عم يستقبل الشانفيل، عم يستقبله لبيروت، والشانفيل كمان لاعبين ما خسران الا جيم واحد، كان اخر جيم ضد هومنتمن. بقى بتصور رح يكون كتير جيم كتير حلو. خلينا نحكي شوي عن هالجيم. ما عم بلش مع كوتش غسان. كوتش كيفك اليوم؟ منيح. ضربة قوية كانت آخر جيم إذا فينا نقول ضد الهومنتمن. طلعتوا من هالصدمة إذا فينا نقول. كان جيم أنتوا كنتوا عاطلين، هني كانوا كتير منيح وأنتوا كنتوا كتير عاطلين مثل ما حكينا. اليوم في ردة فعل قوية ضد بيروت. بيروت فريق كتير منيح وعم بيقدم باسكت كتير حلو. ليك وليد، نحن after 7 games إذا بنعمل تقييم، لعبنا 6 very good games، كنا عم نطلع. ماتش الهومنتمن يعني صار في خلل كبير، وبتصير هيدا دائما وين ما كان. يعني كل الفرق فريق بيروت عم يلعب باسكت بول حلو. وانا قلت من اول موسم ما في ولا جيم بالبطوله هين، صح، الا الجيمز يلي بيصير فيه فريق مثلا قاشط او اجانبه فلوا او عنده مشاكل. اذروايز الجيمز كلهم بيكونوا يعني بينحسب لهم حساب. فنحن عندنا كثير احترام لفريق بيروت ولنادي بيروت، لجهازهم الفني، للاعبتهم، لادارتهم. ان شاء الله يطلع جيم حلو، ونحن اكيد يعني مضطرين نعمل رده فعل، لانه الطريقه اللي لعبنا فيها كانت كثير ما بتعكس حقيقه فريق الشانفيل ابدا. يعني بعد ما خسرتوا ولا جيم على ارضكم، ان شاء الله بنكمل ما نخسر، ان شاء الله بنكمل. يلا جود لك حبيبي ولي. خلينا نحكي مع كوتش باتريك سيبا. كوتش باتريك سيبا، مثل ما قال كوتش غسان، انه بيعطون احترام كثير كبير لفريق بيروت. فريق بيروت مثل ما قلنا خسر اول 3 جيمات له بالبطوله، جيمات كثير صعبين. رجع بعدين قلع باربع جيمات انه رو ربح. الخسارات كانوا ضد فرق كثير قويه، رياضي، هومنتمن، والحكمه. مع انه خسر، مزبوط خسر، بس لعب جيمات كثير حلوه، والخساره كانت صعبه ما كانت هينه. مع هيدا وكله عم يعطي، رجع قلع ولعب اربع جيمات، ربح الاربع جيمات وعطى مستوى رائع، عم يفرجينا باسكت كتير حلو. شانفيل من تاني ميل ما خسرنا جيم واحد بهالبطوله. جيم واحد كان ضد الهومنتمن مثل ما قلنا باخر جيم له، وفرق كتير. الهومنتمن كان لعب باسكت احلى جيم بيلعبه الهومنتمن كان هالسنه بالبطوله، واذا فينا نقول اسوأ جيم لشانفيل السنه بالبطوله. الشانفيل يعني ابدا ما كان جيم تبعهم، وادى هيدا الجيم للربح، الفرق كثير للهومنتمن. شو بده يعمل اليوم الشانفيل؟ الشانفيل عنده جيم، يعني وقت يكون عم يربح الفريق، رايي بيقول وقت يكون فريق عم يربح بصير عنده هابت يربح على طول، لعيبه معنوياتها كثير عاليه بصيروا يربحوا على طول. اذا بيخسر جيمات ورا بعض، جيم اثنين ورا بعض، بصير عنده هابت كمان يخسر. ف كثير مهم لشانفيل انه يربح اليوم، كثير مهم لشانفيل انه يربح اليوم. خلينا نشوف اذا بعدنا ما نجرب نحكي مع كوتش باتريك سيبا قبل ما يبلش الجيم. بدنا نجرب نحكي كمان مره، برجع بعيدنا نحكي مع كوتش باتريك سيبا شوي عن الجيم. اجا باتريك، اجا كوتش باتريك. كوتش اول شيء جود لك. شانفيل خسرانين جيم كثير قاسي كان اخر واحد الهومنتمن، يعني هلا بدهم يرجعوا يربحوا هذا الجيم، بده يفشوا خلقهم اذا فينا نقول. وانتم فريق خسرانين اول 3 جيمات بطوله، رجعتوا ربحتوا 4 ورا بعض، طلعوا باسكت كثير حلو. شو رايك بجيم اليوم؟ يعني احنا اليوم وليد عم نحضرنا دفاع كثير منيح، لانه عندهم اسلحه هجوميه كثير كبيره، فادي، احمد، الي، حتى الاجانب. صح. مثل ما بتعرف احنا اول فريق بالناحيه الدفاعيه، مزبوط، نجرب نطبق هيدي الخطه اليوم تتكون سهله علينا شوي على الهجوم، وان شاء الله خير. يعني فريق الشانفيل بقياده المدرب الكبير غسان سركي بيضلوا فريق كبير، لو حدا فريق عمل فوبا يعني مثل ما بيقولوا. طب تربح اليوم يعني ان شاء الله خير، عندهم الادفانتج. بس خليني نسلم على الكوتش. يلا جود لك. ميرسي. مشاهدينا، مثل ما شفنا الفريقين اليوم
عندهم اذا فينا نقول معنويات لا يربحوا هيدا الجيم. قدامنا الحكام الثلاثة اليوم معنا عادل خويري، فوزي عشقوتي، وزياد طنوس نشيد الوطني. النشيد الوطني ومنتحضر للجيم. الستارترز بالفريقين باثنين اجانب عم يلعبوا بالابيض، شونفيل، الي ريستوم، احمد ابراهيم، براندن يونغ، ابشا وفادي الخطيب، مثل العاده عم يلعبوا باثنين اجانب. اما بالنسبه لبيروت، ميغيل مارتينيز، ماركوس كروفورد، تشولسكيس، بوست وباسل بوجي. بالليلك اذا فينا نقول فادي الخطيب وكريس كروفورد هن اللاعبين الوحيدين اللي عاملين تريبل دبل ببطولة لبنان مرة بمرة كل واحد من اللاعبين. باسل بوجي عنده أفريج دبل دبل ببطولة لبنان. باسكت رائع من باسل بوجي وأكيد من كريس كروفورد، فادي الخطيب وكل اللاعبة. سوا ناطرين ليبلش الجيم. جرين هو الاجنبي الثالث، داميان جرين هو الاجنبي الثالث مع شانفيل اللي ما بلش فيه كوتش غسان. كوميشنر اليوم هو سهيل صفر. مين ما يعرف سهيل؟ من اهم السنترين اللي قطعوا الباسكت بلبنان. بتبلش الطابه مع بيروت، ميغيل مارتينيز ومبلشين زون. من ايام القليل اللي بنشوف فريق عم ببلش زون. كروفورد ثلاثه ما بيحط ريباوند لابشا. من ايام القليل ببطوله لبنان السنه ب 2017 2018 بنشوف فريق عم ببلش زون. اليوم مبلشين زون. شانفيل 2-1-2. احمد ابراهيم رستم من الكليتي بعيده ما بحطها. كروفورد بيجيب الريباوند بيلعب لبوست. بجيم شانفيل ضد تشولسكيس كمان ما بحط اوفنسيف ريباوند لبوست واول سله بالجيم لابوست. 2-0 بيروت. كنت عم بقول انه يلي بيلعب ضد شانفيل بده يلعب شوي سريع لانه بينوا انه كثير بطيئين على ترانزيشن ديفنس وهيدا استفادوا منه كثير الهومنتمن قدروا يعملوا فرق. ابراهيم ما بحط السله بتروح عند البوجي. كمان عند يونغ. يونغ بيده الشمال على بوجي بعدل السكورز 2-2. ميغيل بوجي ميغيل كروفورد من الكليتي كت نقط من كروفورد. خمسة اثنين لبيروت. فادي رستم عم تبرم صح. احمد ابراهيم لابشا. ابشا كليتي لا بفوت على الباسكت تو ستابس بيده الشمال ما بيخلص عند كروفورد. كروفورد بيوقف بشوط ثلاثه صعب كثير وسريعه. شوفوا مين على الريباوند ب
بجرب ياخذ الريباوند البوست بس ما بيقدر يحافظ على الطابه، بيطلع الاوت والطابه مع شانفيل. يونغ رستم، باسل عم يدافع على فادي، بيضايقوا كثير لفادي. شوفوا البوكس اوت اللي عمله بوست، ما ضروري يجيب ريباوند، عمل بوكس اوت رائع كمان ثلاث نقط. شو حلو باسك يا ميغيل، وكروفورد من الثلاثه بيسجل ثلاث نقط الثانيه له، سادس نقطه لكروفورد. كنت عم بقول لكم بوست عمل بوكس اوت على ابشا، ما ضروري هو يلم الريباوند، حيلا حدا ثاني يلم الريباوند. احمد ابراهيم، يونغ بتضل مع يونغ، احمد ثلاثه بعيده ما بتفوت. شولسكيس بضله رايح all the way على الباسكت وبيسجل. شولسكيس هيدا اللي لازم ينلعب ضد شانفيل، ترانزيشن اوفنس، اللي معه الطابه يركض اسرع شيء فيه ويردوا معه اللعيبه. يونغ فادي، احسن شيء بيعملوه فريق بيروت هو الدفاع. ابشا بده يشتغل احسن، بده يقرب اكثر على السله، شولسكيس بوجي فيك حلو كثير وسله احلى من البوجي. تايم اوت سريع لشانفيل، تبليشه عاطله جدا لشانفيل وكثير حلوه لبيروت. شوفوا هالفيك، بتصور لازم ينقله للمان تو مان. هلا شانفيل ما زبط معهم اول الفوتي على الملعب، اول فوتي ما زبط معهم زون، بتصور لازم ينقله على المان. لنشوف شو راح يصير هلا بعد هالتايم اوت. لازم ينتبهوا شانفيل يرجعوا بسرعة على الديفنس وعلى الأوفنس، لازم يلعبوا أكتر تحت السلة مع أبشا، بس أبشا لازم يلعب تحت السلة مش من برا، يجرب يستلم تحت السلة حتى. عم يجربوا فول كورت مان، خلص إذا بتوصل على يونغ بقطع. يونغ فادي، يونغ بفوت على الباسكت، ابشا اوفنسيف ريباوند ديب ان، باسكت حلوه لابشا 12-4. ميغيل شولسكيس سكرين على الهاي بوست، بفوت على الباسكت، شولسكيس بايده الشمال ما بيخلص، فادي الريباوند لعند يونغ ورا ظهره، حلو كثير هالموف يا يونغ. ابشا فيك احمد ابراهيم لابشا، ابشا موف حلو كثير، هيدا اللي عم نحكيه. رابع نقطه لابشا، هيدا اللي عم نحكيه، ابشا لازم يلعب تحت السله تمام. ميغيل شولسكيس، ميغيل عن جديد ميد رينج باسكت، ميغيل اول نقطتين لميغو، الخمس لعيبه بالبيروت مسجلين، الخمسه سجلوا هلا، لاعبين ابشا اربع نقط ويونغ نقطتين بشانفيل. كثير عم يلعب دفاع حلو على فادي، بس البوجي ثلاث ثواني ثانيتين، احمد ابراهيم بده يشوت، ريباوند عن بوست دخل الاوتلت، ميغيل كروفورد ثلاثة سريعة احمد كمان سريعة،
استعجال من الفريقين. بدك تنطر الريباوند. باوجي بياخذ الفاول. باوجي هذا اول فاول بالجيم على رقم 9 احمد ابراهيم. جرين بفوت محل احمد ابراهيم. ثلاث اجانب على الملعب بالشانفيل وكاتي ببيروت. اول فري ثرو لباسل ان. واحدة من اثنين، ثلاث نقط لباسل. 15-6 جرين. تبرم لعند يونغ، لازم يشوط يونغ، بيلعب لأبشا. فادي تيرن اوفر، بتروح عند ميغيل. شولسكيس من الكاتي، كاتي من شولسكيس. انا بشوفها سريعه. خامس نقطه لتشولسكيس. يونغ أبشا. يونغ عن جديد فيك. شوفوا هالديفنس، شوفوا هالديفنس يلي عم يلعبوا بيروت. بتحس الفريق كله كأنه لعيب واحد، كلهم كأنهم واحد عم يلعبوا كلهم سوا على الديفنس. 18-6 بعد فيك 3 دقايق و6 ثواني هيخلص الكوارتر الأول. أبشا لفادي، بتضل مع فادي. بيخلص الوقت، 24 سكند شوت كلوك تخلص. كريس كروفورد سكورر الجيم بست نقط، من 2 3 نقط. شولسكيس تيرن اوفر، بتروح عند يونغ. جرين أبشا. فادي، فادي لازم يحطه لباسل بالفاول ترابل، لازم يلعب عليه. اول سله بالجيم لفادي. 18-8 شولسكيس. ميغيل كروفورد لحاله، طلع من السكرين. لا يا كروفورد لا، بحط نقطه التاسعة. احلى من الشوطة كيف طلع من السكرين، كيف اخذ السكرين من تحت الباسكت لا قدر يفضى. هيدا سكرين المنيح، تعمل سكرين منيح بيفضى المان. أبشر قلنا أبشر لازم يلعب تحت السلة، غلط هيك، تحت السلة. مين بده يلم ريباوند إذا أنت شوت يا أبشر؟ كروفورد، شولسكيس، بوست. كل بنش بيروت عم يطالب بفاول. جرين، فادي، كمان لأبشر. هيدا الباسكت الصح، أبشر فوت لتحت السلة. سادس نقطة لأبشر. بعد عنده فري ثرو. قصيري عند باسل. ميغيل فاول على بوست، هو عم يعمل سكرين. بدك تعمل سكرين ما لازم تحرك كتفك، ما لازم تتحرك، تعمل سكرين خليه يفوت فيك.
وقاف جماد بالارض بفوت فيك، لو انكسر ما بأثر، بس ما لازم تتحرك. هون شفنا كيف طرقوا بكتفه، ما لازم، لازم تضل واقف يفوت فيه. بوست تاني فاول، دغري بفوت محل، دغري بفوت محله رقم 14 بوداغر. يونغ دانيال فارس اللي فات كمان على الملعب محل أبشا. فادي موف لفادي وباسكت لفادي، رابع نقطة لفادي. مع بيروت بدك تلعب تحت السلة. بوداغر كروفيلد فاول عرستهم، الأول عرستهم. أربعة من سبعة الثلاث نقط لبيروت، صفر من ثلاثة لشانفيل. 57% يعني المعدل، كثير منيح لبيروت. بوداغر تشولسكيس لبوجي، ثلاث ثواني بشوط على الآخر. ريباوند جرين، يونغ من ثلاثة، يونغ بحط ثلاث نقط. 15 ثانية ليخلص هالكوارتر الأول، 21-15. 8 باسل بيلعب على السلة وبحط باسل بعد في ثانيتين ثانية، وبيخلص الكوارتر الأول 23-15. 23-15. ست لعيبة لعبوا من بيروت، خمانة لبيروت. على فري ثرو شانفيل واقفين مرة، فري ثرو وحدة شايطين، اثنين فري ثروز لبيروت. ريباونز 11 بيروت، 8 شانفيل. اسيست 7 بيروت، 3 شانفيل. ستيلز 2 شانفيل، 1 بيروت. بلوك شوتس بعد ما في. تيرن اوفرز 3 بيروت، 2 لشانفيل. وكل فريق من اثنين عامل فاولين. بقلب البينت، بقلب الزون، 12 نقطة مسجل شانفيل، 8 لبيروت. ما بتسترجي، هذا أمين عام الاتحاد عم يتحداني، ما فيك تغني على ما فيك تغني على على التي في. امين عامل اتحاد عم يتحداني، بده يغني لي غنيه كانوا غنوا لي اياها بالزمانات انا عم العب، ما راح لكم اياها. بتصير كلها توت توت توت. كوارتر الثاني 23-15 لبيروت. مارتينيز، مارتينيز بفوت بسرعة على الباسكت، بيلعب لتشولسكيس، فاول على يونغ. فاول الأول على يونغ. ميغيل بيقطع الطابة، جرين على الاوت، عم يجرب بوداغر مرة على باسل. بعد في 10 ثواني على الشوت كلوك. كاتي قصيرة دغري، جرين بيلعب ليونغ. شو حلو هيدي، مزبوط اسمها انكل بريكر، مزبوط هيدي اسمها انكل بريكر. بوداغر كروفيلد عن جديد لباسل، باسل يفوت على الباسكت ما بيخلص. فادي الريباوند،
جرين، جرين شو عم تعمل؟ طالع يكبس، بياخذ الفاول من تشولسكيس. اول فاول على تشولسكيس. جرين عنده 2 فري ثروز. اول فري ثرو ان، واول نقطه لجرين. 2 من 2. اكثر لعيب مسجل بشانفيل فادي الخطيب 27 نقطة، مسجل مرتين. جاستن هوكنز اكثر لعيب جاب ريباوندز 13، وفادي اكثر لعيب عمل اسيست 10. بلوك شوتس بجيم واحد روبرت ابشا 5. كروفورد، شولسكيس، كروفورد لابو داخر، تبرم لحاله كان شولسكيس. 3 ثواني لازم يشوت. شولسكيس بيشوطها كيف ما كان. شولسكيس كان فاضي اكثر من مره، ما حدا طلع فيه كرمال هيك زعلان. لعيب وقت يكون شويط قبضاي بيزعل وقت ما يلقى الطابع يكون فاضي على الثلاث نقط، بيبقى عباله محمس ناطرة. أول ما يفضل لازم تشوفوه. فادي، فادي كمان عم يجرب يلعب على مين عم يلعب على كمان، بيرجع عن جديد بيجرب مرة تانية يلعب على باسل بوجي، وباسل البوجي بيعمل الفاول. أول فاول على باسل. اثنين فري ثروز لفادي. أول فري ثرو إن، نقطة الخامسة. اثنين من اثنين، 6 نقاط لفادي. بينزل الفرق لخمسة. 4 19 23. بوداخر. ميغيل لكروفورد. شوفوا دبل تيم على كروفورد. 5 ثواني تيرن اوفر. وقتها لعيب يكون بالزاوية حد يزيح الاوت، هين تعمل عليه دبل تيم، وهيدا اللي عم يعملوه شانفيل. هيدا اللي عملوه بهالنسلة. اجا ابشا ساعد مانو وعملوا دبل تيم. ما في يعني، شوفوا وين دبل تيم، بده يكون على الزاوية بنص الملعب. هين يلعب شمال يلعب يمين، هون ما عنده كتير انجلز لا يلعب الباس. جرين مثل ما واضح بهالفترة كل طابع عم تنزل لفادي. فادي عم يجرب يعمل الموف فاول، وكل مرة فادي عم يجرب يلعب موف يعمل موف. الفاول عم بيقول على كريس كروفورد. أول فري ثرو لفادي إن. اثنين من اثنين لفادي، بنزل الفرق لنقطتين. وفادي بسجل نقطة الثامنة. اتصفر على التابلو، محطوط إنه الفاول. فاول على جرين هلا، الفاول على باسل بوجي مثل ما بتصور. الفاول كان على كريس كروفورد. اتظبطت. كريس 5 ثواني على الشوت كلوك، بفوت على الباسكت بيلعب لعمار. عمار من الزاوية ما بحط، ريباوند لرستم. يونغ
رستم ميد رينج جوا اسيست من الرستم ليانج بيعدي السكورز تايم اوت بيروت. وبيولع الجمهور بهالأثناء. لألكون مين صار هداف بطولة لبنان لهلأ؟ سام يونغ بعده هداف بطولة لبنان ب 24.8 نقط بالجيم، وراء باتريك رامبرت ب 23.4، بعدين ترافيس فرانكلين 22.4، هاريس 21.9، وفادي 21.7. خلينا نسمع شوي على الكوتشز تعليماتهم بالنسبة للريباوندز. تاونز متصدر ترتيب اللعيبة بالريباوندز بير جيم ب 13.1، فلادان 11.7 وراء موبلي 11، باسل بوجي 10.9. بذكركم انه باسل بوجي عامل افريج دبل دبل. وعلي كنعان 8.9 اسيست. والتر هودج من الهومنتمن 7.2، عرقجي 6.8، كروفورد 6.6، فادي 6.6، بلوك شوت تاونز 3.2، ابشا 2.1، ستيلز دوين جاكسون 3.2، كريس كروفورد 2.4. بالنسبة للعيبة اليوم عم يلعب ضد بعض، كروفورد 18 نقطة أفريج ببيروت، فادي 21.7 بالريباونز، باشل 10.9، جرين 9، وبالأسيست 6.6 كروفورد، فادي 6.6. نرجع للجيم، شولسكيس بفوت على الباسكت، ما بيحط، ترجع توم عمار كمان ما بيحط تحت السلة، بيرجع بيجيب الريباوند، باسل بيده شمال بلوك شوت من أبشا، ويونغ بيده شمال كمان ما بحط، أبشا بجيب الريباوند، عم بيسيطروا على كل شيء شانفيل، وثلاث نقط من فادي. ما بتخلص بعد كل هالألعاب الحلوة على الديفنس وعلى الأوفنس، ما بتنتهي بسلي. كروفورد شولسكيس من الكليتي، شولسكيس بحط ثلاثة أخيرا. يعني أول سلة إلون بهالكوارتر شولسكيس بيسجلها نقطه الثامنة. رستم أبشا فادي، فادي بحط نقطتين جديد نقطه العاشرة. هالثلاث نقط من شولسكيس كانت اول ثلاث نقط بالكوارتر الثاني بعد ما مرق اربع دقائق ما مسجلين. باسل لروني، روني لباسل، باسل بايده الشمال ما بحط، لازم تحطها يا باسل. الريباوند عالي لابشا عند فادي، فادي بسرعه بياخذ الفاول من توم عمار. بوست بيرجع يفوت على الملعب محل توم عمار، اثنين فري ثروز لفادي. اول فري ثرو ان، عشر نقطة لفادي. فادي اللعيب الوحيد بالدبل فيجرز لهلا. كروفورد 9 نقط، أبشا 5 ريباوندز، مارتينيز 4 اسيست. كروفورد لبوجي من الكليتي، بوجي بحط 3 نقط. ما تنسوا انه بوجي عم يلعب على ملعبه، السنة الماضية كان عم يلعب مع شانفيل، وبيرجع بيعطي التقدم نقطتين لبيروت. يونغ
شوفوا كيف عم يسدوا حالهم على الارض كل اللعيبه. تيرن اوفر شغل كثير منيح من روني على الدفاع. اوت اوف باونس تحت السله. كروفورد كروفورد عن جديد. روني روني من ثلاثة كمان. روني ثلاث نقط، أول ثلاث نقط لفادي. لا روني أول ما لقط أول أتمت له جوا من ثلاث نقط. يانج بده يرد بثلاثة ما بتفوت. روني بجيب الريباوند بيلعب لكروفورد. كروفورد بول أب جوا. كروفورد شو هالفريق بيروت بدقيقة بيطلع الفرق بسرعة لسبعة. هذا اللي عم بقلكم اياه، هذا اللي ضعيف فيه فريق شانفيل بالترانزيشن ديفنس. باسل عم يعمل شغل منيح على فادي. يانج كمان من ثلاثة. جرين من ثلاثة. كروفورد كمان بول اب. يا ويلي يا ويلي على كروفورد، يا ويلي على كروفورد. نقطه 13. يانج رستم لابشا. رستم عن جديد. ابشا ايه قرب على السله يا ابشا. صح كمان هيدا الصح يا ابشا مزبوط. بيحط برا بجيب الريباوند وبيخلص بينزل الفرق لسبعة. 36-29 3 دقايق وخمس ثواني ليخلص الكوارتر تاني. هاف اول سريعة الشوطة سريعة كل شوطة سريعة. في قدامها فاست بريك. روني بيسكب بوقف الفاست بريك. يانج رسم لحاله من الكيتي ما بيحطها. كروفورد شوفوا شوفوا بيرجعوا عمهلهم كثير. روني كليتي ما بحط. بوست بجرب يجيب الريباوند بس شوفوا قديه بيرجعوا بطيء على الديفنس شانفيل. عم ضلي احكي بهالنقطة بس هيدي كثير مهمة برأيي. علي فرحات وأحمد إبراهيم على الملعب محل يانج محل اثنين اجانب يانج وجرين. فادي عم بجرب قد ما في ما يستلم الطابه. فادي عم بحكي عن باسل بوجي. ابشا ميد رينج ما بحطها. روني ريباوند. كروفورد لباسل بوجي. باسل بوجي سريعه كمان. في تسرع من الفريقين ما لازم تشوط اذا ما في ريباوند. بعده الفرق سبعة. فادي ميد رينج بحط. فادي بحط. فادي نقطه ال 14. روني للبوجي. روني عن جديد سبع ثواني. روني بفوت على الباسكت ريفرس لاي اب حلوة كتير يا روني. خامس نقطة له. فرحات بيقطعها بيقطعها البوست. بيرجع فرحات بيشتري بيقطعها ما بيقدر. بتروح عن كريس كروفورد. شوفوا 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 بوست من لدنك يا بوست. اسيست ولا احلى بس شوفوا كيف نزل ثلاثة على واحد. عم يرجعوا مأهلهم كثير لاعبين شانفيل. رستون رستون فوت على الباسكت. ووكينج الفرق تسعة. بعد في 49 ثانية ليخلص الهاف الأول وتايم أوت بيروت.
شانفيل تايم اوت. 40-31. عادة معدل تسجيل النقط بالجيم لبيروت 76، اليوم سجلين 40، ولشانفيل 83 بيسجلوا بالجيم، اليوم سجلين بس 31. شوفوا الدفاع اللي عم يشتغل عليه بيروت، عادة بيسجلوا 83، يعني لازم يكونوا مسجلين بأول هاب تقريبا، إذا عم نحكي افريجز مسجلين تقريبا 41.5، اليوم سجلين 31. شانفيل احسن عادة بالريباوند ب 25 ريباوند بالجيم، 23 للهوبس بالجيم. هذا الديفنسيف التوتال ريباوند 37 لشانفيل، فاصلة 4 35 فاصلة 5 لبيروت. اسيست 15.6 بيروت، 17.2 لشانفيل. ستيلز 9.1 بيروت، 6.8 شانفيل. بلوكشوت 2.9 2.9 من 3 نقط، 27% بس عم نحكي لبيروت، 30% لشانفيل. اليوم بيروت عندهم على الثلاث نقط 7 من 15 64% مع 27. بعد في 30 ثانية ليخلص الهاف الأول. عاصي احمد ابراهيم، احمد ابراهيم شوت من الثلاثة ما بيحط. الريباوند عند شولتسكيس، 14 ثانية رح ياخذوا وقتهم لياخذوا اخر اتم، رح يلعب 1 اون 1. شولتسكيس من الثلاثة، لا يا شولتسكيس. شوفوا كلنا فكرنا انه فايت على الباسكت، كروفورد بفوت على الباسكت بيلعب لبرا، اسيست جديد لكروفورد وسلة ولا أحلى. شولتسكيس من الثلاثة بيعطي التقدم 43-31 لبيروت، 12 نقطة. نحن وياكم خلينا ناخد بريك على مثل ما في 10 دقايق وبنرجع. مساء الخير مشاهدينا عن جديد من ديك المحدي ملعب نادي شانفيل. شانفيل عم يستقبل بيروت وخسران قدامه 31-43، فرق 12 نقطة. أكبر تقدم قدر يعمله بيروت 13 نقطة، أما أكبر تقدم قدر يعمله شانفيل نقطة واحدة بهالجيم لهلأ. الستاتس قدامنا 37% للشانفيل، الفيلد جولز 49% لبيروت. من ثلاث نقط 1 من 9 شانفيل، 8 من 17 لبيروت، برسنتج كثير منيح. فري ثروز 8-9، شوف شانفيل وقفوا شاطوا 9 فري ثروز، بس 2 فري ثروز شاطوا بيروت، هذا لانه كثير عم يلعبوا بسرعه وعم ياخذوا كثير فاست بريكس وعم يقدروا يستفيدوا من السرعه. ريباوند 18-21
لبيروت، اسيست 12-4 لبيروت، تيرن اوفر 6-5 لبيروت. كان بعد فيه ستيلز 3 بيروت 2 شانفيل، بلوك شوتس 2 شانفيل 0 بيروت، تيرن اوفرز شانفيل 5 6 بيروت، 4 فاوز عاملين شانفيل 6 فاوز عاملين بيروت. بقلب الزون 16 نقطة لشانفيل 14 لبيروت. بنش شانفيل مسجل 4 نقط، بنش بيروت مسجل 5، الخمس نقط مسجلون أكيد روني فهد. شو راح يعمل شانفيل بالهاف الثاني؟ أول شيء لازم يعمله أكيد يرجع ديفن بسرعة. هيدا اللي صار بي جيم الهومنتمن وعم بيصير هلا، بطئين بالترانزيشن ديفنس شانفيل. هيدا اول شيء لازم يعملوه، يوقفوا الفاست بريك بيتغير الجيم كله. وقفوا الفاست بريك تبع بيروت اكيد. بذكركم حكامنا اليوم عادل خويري، فوزي عشقوتي وزياد طنوس، اما الكوميشنر فهو سهيل صفر. كوتشز اثنين شانفيل غسان سركيس وباتريك سيبا كوتش بيروت. بيروت باللون الليلكي اذا فينا نقول، وشانفيل بالابيض. هداف الجيم لهلا فادي ب 14 بشانفيل 13 كروفورد. أبشا وباس البوجي 7 ريباوندز ب 7 ريباوندز. مثل العادي باس البوجي مقرب على الدبل دبل. كروفورد 5 اسيست، الرستوم اسيست 1. شوفوا كروفورد 5 اسيست، ميغيل 4، شولسكيس 3، رستوم ابراهيم وفادي 1 1 1. كورتر الثالث بايده الشمال جرين ما بيحط، أبشا بيجيب الاوفنسيف ريباوند كمان ما بيحط. شوفوا ما بيقدر يستفيد منها بوست، باس حلو ميغيل بيقطع الطابه بتضل مع أبشا للاوت. تركها يا أبشا، تركها على الاوت، كانت صارت معكم. اللي بلشوا بهالكوارتر ثلاث اجانب، يانج جرين أبشا بشانفيل فادي والرستوم، اما بالنسبه لبيروت ميغيل باوشي والثلاثه اجانب كروفورد شولسكيس وبوست. كروفورد لشولسكيس، حلو كثير، حلو كثير الباس. الاسيست السادس لكروفورد ونقطه 13 لتشولسكيس. رستوم عم تبرم توصل لعند فادي، فادي اللي عم يدافع عليه باوشي. ثانية اخر ثانية بشوت فادي ما بحط، ريباوند عالي لبوس دغري لميغيل. باوشي لميغيل، ميغيل شوفوا بطريقة ذكية شاف في اطول منه بيلعب لبرا لباسل، باسل ما بحط بيعمل موف وما بيخلص. جرين رستم لحاله بفوت على الباسكت بايده الشمال كمان ما بحط، فادي بجيب الاوفنسيف ريباوند وبياخذ الفاول. اثنين فري ثروز لفادي، فاول على تشولسكيس، فاول الثاني حلوه لو فاتت للرستم. اثنين فري ثروز لفادي، اول فري ثرو ان. اثنين من اثنين لفادي، ثمانية من ثمانية على الفري ثروز، ثمانية من ثمانية على الفري ثرو اليوم فادي. نقطه 16 تشولسكيس
ميغيل شولسكيس عن جديد بفوت على الباسكت ما بيحط بوست اوفنسيف ريباوند وبياخذ الفاول. ابشا لازم تشوف وين مانك تعمل له بوكس اوت. شوفوا شوفوا وين عم يتطلع، شايفين وين عم يطلع ابشا؟ خلص فات على السله طلع على مانك زته برا بعدين فتش على الريباوند. اول فري ثرو لبوست برا. واحدة من اثنين. نقطة الخامسة لبوست. رستون بيلعب لجرين، جرين ميد رينج بحط جرين. نقطتين جديد لجرين. نقطة السادسة. الفرق 11. شولسكيس بفوت على الباسكت ما بيحط بوست اوفنسيف ريباوند ودانك من بوست. شو هالدانك يا بوست؟ 7 نقط. شوفوا الدانك بوف فادي عم يطلب سكرين. ريستوم لتاني ميل يونغ تيتي ما بيحط بوجي ريباوند دغري. شوفوا السرعة شوفوا بيوقف بول اب فاول على ريستوم. 2 فري ثروز. وزعلان كريس كروفورد كمان. اول فري ثرو برا. هلا كروفورد اذا بحط هالنقطة بصير اكبر تقدم بالجيم لبيروت. اكثر مرة تقدموا بهالجيم 13 نقطة. هلا الفريق 13 بصير 14 وهو بيسجل نقطة ال 14. يونغ يونغ دفاع كتير منيح كتير منيح الدفاع من مارتينيز. فادي بجيب الاوفنسيف ريباوند ما بيقدر يحط. كروفورد على شوفوا التب شوفوا هالتب نقطه التاس على بوست عم يعمل شغل كتير كبير بوست باول الكوارتر الثالث. ابشا كاتي ما بيحط الريباوند تب من باسل باوجي. بتصور لازم يكون في تايم اوت لشانفيل. ميغيل يلعب لبوست بوست بجرب يكبس ما بتزبط معه بيلعب لكروفورد بتضل مع كروفورد لباوجي فيك وباسكت ولا احلى ولا احلى هالباسكت. مظبوط بيروت بيلعبوا اول فور 1 1 فور اول عم يلعبوا كلهم سوا كفريق وبيعطوا التقدم 18 نقطة فرق لبيروت. شو عم بيصير مع شانفيل؟ شانفيل مرشح بقوة يربح بطولة لبنان. كنا عم نقول واحد من 3 فرق مرشحين لربح بطولة لبنان. شانفيل رياضي وهومنتمن بعد ما خسر الرياضي وهومنتمن وشانفيل مبدئيا بالمركز الأول ثلاثتهم. الرياضي بالمركز الاول فرق الجول ديفرنس وراه مانتمن وراه شانفيل بس كلهم عندهم 7 ربح وخساره. شانفيل عنده لعبين جيم اقل 6 ربح وخساره. الحكمه المركز الرابع 6 ربح وخسارتين. بيروت 4 ربح و3 خسارات. بالمركز الخامس الفريق الوحيد اللي بعده ما ربح ابدا هو التضامن خسران 8 جيمات من 8. فادي رستم
جرين رسم عن جديد من الثلاثة ما بحطها. ريباوند عالي للبوجي، الريباوند التاسع لبوجي، بعد بده ريباوند بيعمل دبل دبل، ستيل من فادي دغري على الفاست بريك ودانك جرين. فاست بريك هذا اللي عم نحكيه، هيك على الاوفنس وعلى الديفنس، لازم ترجعوا على الديفنس مثل ما عم تركضوا على الاوفنس، الخمسه يرجعوا على الديفنس. كروفورد غلط يا رسو، بتتركوا لكروفورد هيك غلط، جرب تعمل ستيل هيك دغري بقاصصك بثلاث نقط، ممنوع جرب تعمل ستيل، هيدا بقاصص. فادي عم يبرم بيلعب للرستوم، رستوم بشوت، شوت يا رستوم، فارس ما بيحط، دبل دبل، اول دبل دبل بالجيم. باسل بوجي 10 نقط مع 10 ريباوند، شولسكس من الثلاثه ما بيحط، باسل بوجي بيجيب الريباوند. كروفورد بوست ميد رينج ما بتفوت، ريباوند لفادي دغري. شوفوا بعد في اربع دقائق من الكوارتر الثالث وبيعمل دبل دبل بس البوجي. ميغيل بوست صعبه، فادي دغري بيلعب ليانج بحط نقطتين هينين، شفتوا كيف عم ياخذوا سلاتهم وقت يركضوا بياخذوا الباسكت، بياخذوا السله الهينه. 56 39 فادي عم يجرب يقش الطابه لبوست، بتروح عند ميغيل لتشولسكيس من الثلاثه، تشولسكيس بحط ثلاث نقط جديده، فرق 20 59 39. يانج ما بيحط، تب من فادي، فادي 18 نقطة سكورر الجيم لهلا. كروفورد بياخد وقته لباسل من الكيتي ما بيحط، ميغيل يا ميجو ريباوند كثير عالي، توسع عند كروفورد 10 ثواني بقول لهم زيحوا بدي العب 1 اون 1، بشوت ثلاثة لا لا، كله كان عليه كله كان عليه يونغ، ومع هيدا وكله بحط ثلاث نقط. شو حلو الباس ليكو، كمان بلوك شوت من باسل، جرين بحط ميد رينج نقطة العاشرة، أربع لعيبة مسجلين بشانفيل، ستة مسجلين ببيروت. باسل سبين موف فاول، اثنين فري ثروز لباسل. باسل دبل دبل بعشر نقط و11 ريباوند، كروفورد هداف الجيم ب 20 نقطة. اثنين فري ثروز، أول فري ثرو برا. اثنين برا. بعده الفرق 19، يانج كيتي جوا. شوفوا كيف عم ياخذوا سلاتهم كلهم، شانفيل على الفاست بريك بسرعة. شولسكيس ميغيل كيتي ما بيحط، ريباوند لعمار بوجي، صاروا بيشبهوا بعض عمار وبوجي،
قص الشعر بيشبهوا بعض. باسل بياخذ الفاول من فارس، اثنين فري ثروز لبوجي. شوف الصورة اللي كانوا بيشبهوا بعض، توم عمار وباسل بوجي مقرعين ودقن. أول فري ثرو إن. دقيقة و 12 ثانية، 2 من 2 هالمرة، 12 نقطة لباسل مع 11 ريباوند. بيطلع الفرق ل 18. شوي أكثر من دقيقة ليخلص الكوارتر الثالث. باسل بيعمل ستيل، بتروح عن كروفورد، بيوقف على ثلاثة وبيشوت، لا لا سريعة كثير. شوفوا شوفوا شو عمل توم عمار، التب لباسل بوجي. توم عمار التب لباسل بوجي وباسل بياخذ الفاول. هذا اللي عملكم اياه ترانزيشن ديفنس، مزبوط هلككم. عم بنق كثير بهالخبرية، بس ليكوا كيف عم يرجعوا على مهلهم. شانفيل أول فري ثرو لباسل برا، يعني شاط ثلاث نقط، رجع جاب تب اعطاها لباسل ولوحدهم. واحدة من اثنين، 13 نقطة لباسل، طلع الفرق ل 19. يونغ يونغ بفوت على الباسكت وبياخد الفاول على ميغيل، اثنين فري ثروز ليونغ. أول فري ثرو إن. اثنين من اثنين، 12 نقطة. فول كورت مان. توسع عن كروفورد. بيلعب لتشولسكيس. تشولسكيس بيفوت على الباسكت بياخذ الفاول من جرين. شوفوا عرفوا شو يعملوا دغري. ضد البريس على طول، يلي بيوقف نص الملعب بفضل الملعب كله على البريس، لازم يكون في واحد واقف على نص الملعب، عادة بيكون السنتر. بس بما انه هلا بيروت عم يلعبوا بلا سنتر، اذا فينا نقول تشولسكي هو عم بيكون السنتر، وهو بيروح على نص الملعب، هو بقطع الطابة من نص الملعب. اثنين من اثنين لتشولسكيس. نقطة 17 18 بها اثنين فري ثروز. تبرم عاصم الكليتي، عاصم حط ثلاث نقط. كروفورد لنشوف اذا رح يكون له اخر اتمت بالجيم. الفرق 16. دبل تيم بتروح لميغيل، بعد في 9 ثواني. بتروح عند عمار، عند بوجي. بوجي بيعمل موف ايده الشمال ما بيحط. تشولسكيس بيجيب بالريباوند وفاوله باسكت انديا. تشولسكيس عم يلعبوا بلا سنتر وبيجيبوا الاوفنسيف ريباوند وبحطوا الباسكت مع فاول. بعد في 0.20 من الثانيه ليخلص كوارتر الثالث. شوفوا تشولسكيس فاول على فادي. ما بحطها وبيخلص الكوارتر الثالث 69-51، فرق 18 لبيروت. شغل كتير كبير أنا بقول لنادي بيروت، جهازه اللاعبين أكيد، لعيبة، جهاز فني، إدارة، كل شيء. فريق طالع من درجة تانية عم يعمل شغل كتير كبير، عم يعمل باسكت كتير حلو. الكوارتر الرابع 69-51 لبيروت. بذكركم انه اكثر لاعب عامل دبل دبل
ببطولة لبنان، ببطولة الباسكت لبنان 2017-2018 هو داريان تاونز بسبعة أربعة، عمل أربعة دبل دبلز، براندن موبلي، فلادان وباسل بوجي. باسل بوجي اليوم عمل الخامس، خامس دبل دبل لباسل بوجي، بصير هو الثاني ببطولة لبنان بالدبل دبلز بعد داريان تاونز سبعة. ميغيل، ميغيل بفوت على الباسكت بيده الشمال، فاول باسكت ان، ممنوع اللعيبة تبرم ظهرها للباسكت للطابة، هيدا اللي بنقوله عطول. شوفوا فايت فايت ميغيل بيرمين ظهرهم. اندوان لاميغو خمس نقط والفرق 21. فادي من الكليتي ما بيحط، ريباوند للبوجي 12. كروفورد ميد رينج، ريباوند عالي مع فاول للعاصي. جرين لفادي، شوفوا الدبل تيم على فادي، شوفوا الدبل تيم على فادي، بيفضل عاصي، عاصي من ثلاثة ما بحط، ريباوند كمان لباسل 13. ميغيل للبوجي، للبوجي عم ترجعوا بطيء، كمان مرة رعيدة راحت وشكن، عم ترجعوا بطيء شانفيل، ما فيكن تربحوا جيمات بهالطريقة. فاول هذا توم عمار، لازم نتطلع منيح لنفرق بين توم عمار وبين باسل بوجي، بهالقصة بيشبهوا بعض. احمد ابراهيم بيرجع بيفوت على الملعب محل إلي رستم. فادي بتصور أبشا لازم يرجع يفوت على الملعب، عاصي بحط العاصي نقطتين جداد إله. بوجي هو عم بقطع الطابة وبيفوت على الباسكت سريعة بياخد فاول، أنا برأيي كانت سريعة. اثنين فري ثروز للبوجي، اول فري ثرو ان. اثنين من اثنين، اليوم البوجي ستة من عشرة على الفري ثروز. يونغ كليتي جوا، شوية حياة لازم شانفيل، شوية حياة يقاتلوا. تشولسكيس بفوت على الباسكت تقطع الطابة بتضلها مع بيروت بالاوت، فرق 20. هداف الجيم بعده كروفورد ب 20، بس البوجي اكثر لعيب عامل ريباوند 13، الاسيست 7 كروفورد. بس البوجي كمان موف ما بيخلص، ريباوند عند فادي دغري الفاست بريك، فاول على كروفورد، اثنين فري ثروز لجرين. هذا اول فاول على كروفورد، تايم اوت شانفيل. تنقلكم مين أكثر لعيب مسجل بجيم واحد ببطولة لبنان، باتريك رامبرت لاعب التضامن 44 نقطة وراء كوينسي دوبي وبولدز، كوينسي دوبي بالرياضي أكيد، بولدز
20 هو وفريزر 20، اكثر لعيب عمل اسيست علي مزير 16، وائل عرقجي وراء 14 بلوك شوتس، داريان تاونز 8 ستيلز، هاريس مارفل هاريس 9. جرين اول فري ثرو ان، اثنين من اثنين، 14 نقطة لجرين. كروفورد بيقطع الطابة بيناتهم كلهم، توصل عند ميغيل على الثلاثة، ما بيحط ميغيل، هيدا عملكم اياه، تعمل بريس ما ضروري بس انه تعمل ستيل، فيك تخليهم ياخذوا شوطة صعبة. بوكس اوت احلى من ريباوند، عملوا بس البوجي. بتصور ابشر لازم يفوت على الملعب. كروفورد بياخذ وقته، 7 ثواني على الشوت كلوك. عمار 3 نقط بعيدة، ريباوند عند فادي، ريباوند 11 لفادي، فادي كمان دبل دبل، فاول فادي 18 نقطة مع 11 ريباوند. بشارة بفوت على الملعب محل توم عمار، شوفوا توم عمار قديه محمس هو عم يطلع، قديش عم بحمس اللعيبة، ميجو نفس الشيء. عمار بيضل على الملعب، بيطلع تشولسكيس. فري ثرو ان. يونغ. كمان فري ثرو ان، 2 من 2. 17 نقطة ليونغ، بنزل الفرق ل 16، وتايم اوت بيروت. مثل ما قلت لكم مشاهدينا، بيروت معدله 76 نقطة بالجيم، بسجل معدل 76 نقطة بالجيم، بعد فيه 7 دقايق و13 ثانية من الجيم لهلا مسجل 76 نقطة. يعني فينا نقول إنه ديفنس شانفيل عاطل. كتبت 83 نقطة بيسجل شانفيل، مسجل 60 لهلا، قريب للمعدل يعني أقل شوي. فول كورت مان. كروفورد تقطع بسهولة، لازم يصير في دبل تيمز ليزت الطابة من ايده. عمار للبوجي بياخد الفاول، انسبورتسمان لايك فاول على اللاعب رقم 22 يونغ، براندن يونغ. باسل 6 من 10 على الفري ثرو، راح يشوط 2 وبتضل الطابة مع بيروت. 7 من 11 7 من 12
18 نقطة للبوجي، 18 نقطة للبوجي مع قديش؟ 13 ريباوند. روني بيلعب لعمار، بده يلعب 1 اون 1 كروفورد، شوفوا بفضيلها لعمار، بيقطع الطابة يانج على الاوت، بتضل الطابة مع بيروت وفي 10 ثواني على الشوت كلوك. كروفورد باوجي على الثلاث نقط لحاله، بحط الباوجي ثلاث نقط جديدة للباوجي، 21 نقطة للباوجي، بصير سكورر الجيم، يعني أكتر شيء جايب حاطط نقط وأكتر شيء جايب ريباوندز، 21 نقطة مع 14 ريباوند. كروفورد فاول اوت اوف باونس، 80-60 20 نقطة الفرق، 6 دقائق و17 ثانية يخلص الجيم. باسل للعمار، روني بعد في 5 ثواني بيشوط شوطة صعبة، بشارة بجرب يجيب الريباوند، شغل كتير كبير للبشارة، بتضل الطابة مع بيروت، كريس كروفورد بياخد طابة من تحت الباسكت، بيلعب لروني، روني بفوت على الباسكت، ريباوند لفادي وفاول على روني، هيدا الريباوند 12 لفادي، 18 نقطة مع 12 ريباوند وعنده 2 فري ثروز. قليل لنشوف جيمات أكثر سكوريرية الجيم بالفريقين بيكونوا لبنانية. أول فري ثرو لفادي إن، ولا صوت في بالملعب، زت الإبرة بتسمع صوتها، 2 من 2 لفادي، نقطه ال 20. كروفورد فاول، 2 فري ثروز لكروفورد. ثمنتاعش الفرق، 4 فاول على ابراهيم. أول فري ثرو إن، اثنين من اثنين، 22 نقطة، ضل بخلي الفرق 20، بيرجع الفرق لعشرين. يونغ جرين، سلة هينة لجرين حلوة، كروفورد أنا بتصور وقت يعني عمل بريس لازم لاعبين يكونوا على كروفورد لما يستلم الطابة، خلي حدا غيره يقطع الطابة ويجرب عمول ستيل. باوجي فاول الخامس على إبراهيم، علي فرحات بفوت محل ابراهيم، اول فري ثرو لباوجي برا، 18 الفرق، واحده من اثنين، يونغ فرحات من الزاوية ما بحطها، ريباوند لكروفورد، سريع تيرن اوفر، الفرق 19، بذكركم انه اكبر فرق كان 23 لبيروت،
بايده الشمال كمان بيسجل جرين. روني بتروح عند بوجي تقطع عسلام. روني عمار كروفورد 6 ثواني على الشوت كلوك 4 3 ستيل يونغ. يونغ ورا ظهره وسلة وتايم اوت. فرحات اول سلة له. حلو الباس. 68 83 الفرق 15. 4 دقايق ونص ليخلص الجيم. من الثلاث نقط 4 18 شانفيل 22% 12 من 28 42 لبيروت. بيروت 45 ريباوند 36 ريباوند لشانفيل. اسيست 21 لبيروت 10 لشانفيل. ستيلز 4 3 لبيروت. بلوك شوتس 2 1 لشانفيل. تيرن اوفرز 9 7 لبيروت. 17 فاول على شانفيل 13 على بيروت. بقلب الزون 30 نقطة لشانفيل 28 بقلب الزون لبيروت. من فاست بريك 20 نقطة لشانفيل و19 لبيروت. بنش بوينتس 5 بيروت وبنش شانفيل مسجل 23. شولسكيس روني كروفيد بيقطعي شوطة صعب كثير. اخر ثواني بتروح عند فرحات. عاصي لحاله تاني ميل عاصي لحاله تاني ميل ما حدا عم يشوفه. بيلعب لفادي بيرجع بجيب الريباوند. بلوك شوت بلوك شوت من باسل بوجي على جرين. روني كان العاصي لحاله بالزاوية لعيب شويط لازم تشوفوه وقتها يفضى. شولسكيس شولسكيس بحب يفوت بايده الشمال كثير بحب يفوت ميلة الشمال بيوصل على السلة وما بيحط. فادي موف وكمان بلوك شوت من البوجي بياخد وقته تروح عند بوجي كمان بلوك شوت بتروح عند فادي لياب بسجل نقطة 22. فادي وبرس روني عن بشارة بوجي لبشارة بشارة لبرا لروني. روني من ثلاثة قصيرة بخلصها شوفوا كيف بخلصها البوجي وبياخدوا وقتهم. ايه دبل تيم بدكم تقربوا اكثر عليه. شولسكيس من الكيتي بشارة بجيب الريباوند لا بلا ترجع لعنده. كروفورد كمان ما بيحط عند جرين بيلعب للفرحات لفادي. فادي بسجل نقطه ال 24 بيرجع الفرق 11 بعد في دقيقتين. بوجي لروني بوجي عن جديد تشولسكيس مظبوط اللي عمله تشولسكيس لازم ياخذوا وقتهم يقطعوا وقت. كروفورد لبوجي حلو باسك حلو باسك يا كروفورد حلو باسك يا كروفورد. 24 نقطة لبوجي هداف الجيم 15 ريباوند لبوجي
شو هالارقام؟ شو هالبوجي؟ فرحات لفادي تبرم من الثلاثة ما بحط يانج كروفورد ريباوند. شوفوا بعده عم يركض، بعده عم يركض بينتهم كلهم، بياخذ الفاول. هذا الفاول الاول على سبيتي. كروفورد نقطة 23. أربعة وعشرين، أربعة وعشرين كروفورد، أربعة وعشرين فادي، أربعة وعشرين باسل. 15 ريباوند لباسل، 12 ريباوند لفادي. كروفورد كان بعد بده اسيست ليعمل تريبل دبل، لا ليعمل دبل دبل. قاسي فيك، فادي عن جديد بفوت على الباسكت وبلوك شوت من باسل. هيدا البلوك الرابع، البلوك شوت الرابع على باسل. تروح عند روني لتشولسكيس لباسل، كمان باسل بيسجل 26 نقطة لباسل. ستيل كمان بترجع عاصي بيعمل ستيل لتاني ميل. سبيتي من ثلاثة ما بيحط، ريباوند لروني. شولتسكيس 34 ثانية لخلص الجيم. بشارة للباوجي، باوجي سلة جديدة لباوجي. شو هالجيم يا باسل، شو هالجيم؟ 28 نقطة، 28 نقطة، أكثر لعيب مسجل بالجيم اليوم باسل باوجي. 28 نقطة، أكثر لعيب عامل ريباوندز 15 ريباوند. جيم كبير لباسل باوجي، 29 نقطة. عاصي لفادي، فادي باسكت ان. سبعتاشر ثانية ليخلص الجيم، 92-74. كمان فادي نقطه 27. ميغيل فير بلاي، 92-75 مشاهدينا، 92-75 بيخلص الجيم، فرق 17 نقطة لبيروت. ما حدا كان متصور انه يكون هيك سكور بمزهر، قدروا فرق 17 نقطة يربحوا بيروت. جيم عاطل تاني ورا بعض، اذا فينا نقول جيم تاني عاطل انرو ل لا لا شانفيل. خلينا نحكي مع باسل اليوم. اسم الله عليك يا باسل، عندك افريج كل الموسم دبل دبل، واليوم بقول لك ارقامك بدك تعرف ارقامك ولا لا؟ 28 نقطه مع 15 ريباوند، اكثر واحد مسجل، اكثر واحد جايب ريباوندز. يعطيك الف عافيه. شو السبب اللي عم بيصير معك هيك هالسنه؟ عم تلعب كل سنه عم تلعب منيح اكيد، بس السنه عم بتجوهر. الحمد لله. اول شيء يعني عرفنا كان عندنا جيم مهم، عرفنا يعني بدنا نعطي الماكسيمم تبعنا.
يعني نحن صراحة مش عم نطلع بالفرق البقية كيف هن، نحن عم نركز على حالنا، عم نركز على الايدنتي تبع الفريق تبعنا، على الديفنس على الاوفنس، عم نجرب أكتر نكون يعني الايدنتي تبعتنا الأساسية هي الديفنس اللي هي عم تخلق الاوفنس. أنا بالنسبة لي الحمد لله مرتاح مع الفريق، لقى حالي وهني أمنوا فيه وأنا أمنت بهالفريق، الحمد لله عم نعمل نتيجة حلوة إن شاء الله نكفي هيك. طب كنت بتوقع إنه تفوتوا وتربحوا الجيم هيك بطريقة بهالسهولة على شانفيل بعد إنه كانوا خسرانين مع الهومنتمن وجايين بدهم إنه عرفت كيف فشت خلق بدهم يعملوا، كنتوا بتصوروا إنه معقولة تربحوا هيك بسهولة؟ لك هي مش برجع بقول لك مش عنهم، نحن هي الموضوع عنا نحن كيف عم نلعب. نحن بهمنا نحن حالنا، يعني هن ما بنطلع انه هن خسروا ضد الهومنتمن شو جايين يعملوا ضدنا، نحن بنطلع كل جيم كل تمرين، يعني نحن ما حد الكاميرات مش بالتمرين تبعيتنا، التمرينات تبعيتنا يمكن اقسى بعد من الجيم، لما نجي على الجيم عم نكون اهيا من التمرين. عم نتحضر كثير منيح مع كوتش باتريك والكوتشنج ستاف كلياتهم، يعني كثير عم بيعملوا جود جوب يحضرونا للجيم. طب هلا انتم مثل ما كلنا شفنا ببطوله لبنان اول ثلاث جيمات خسرتوهم، رجعتوا هلا خمسه انورو ربحانين، عرفتي والجيمات اللي خسرتوهم كمان كانوا صعبين، بركي كان هدفكم يمكن اول موسم تعملوا فاينل فور، هلا كبر هدفكم صار على بالكم تربحوا بطوله مثلا، صار عم بتفكروا انه فينا نربح بطوله؟ ليك منا بالعاطفه الشغله انه نتحمس هلا نقول نحن عندنا تارجت ماشيين عليه. اوكي قلنا فاينل فور اول هدف، هو فاينل فور اول هدف، مش والله بلشنا انه بدنا ننجر ورا عواطفنا واحلامنا انه هلا بدنا نربح بطوله، لا عندنا تارجت نوصل فاينل فور نرجع نلاقي التارجت ثاني. طيب جود لك باسل، شو بدي اقول لك، يعطيك العافيه لك، يعطيكم العافيه فريقكم، لانه عم نشوف فريق عم يلعب اول فور وان وان فور اول، يعني عم نشوفكم كلكم عم تلعبوا كانكم اخوه بالملعب، كانه صح. عم كلكم عم تقاتلوا لبعض، هذا الشيء الحلو اللي ننبسط عم نحضر فريقكم، يعني اللي عم يطلع من عم تشينج عم يطلع مبسوط انه فايت محله، عم بيشجع عم فوت محله، وبتصور هيدي كتير مهمه بالباسكت. اكيد اكيد، يعني هيدي جوهر اللعبه انه يكون فريق ايد وحده يكون عم بيلعب كانه وان يونت، هذا الجمال باللعبه، ونحن بعتقد الحمد لله عم نكون مثال لبقيه الفرق كيف لازم يكون الفريق. اوكي يلا جود لك. مشاهدينا نحن هلا بدنا نجرب ناخذ حدا من الشانفيل لنشوف شو عم بيصير معهم بهالفتره. رح نضطر ناخذ باتريك. اول شيء بدي اقول لك شغله، انه انا شخصيا وقت احضركم عم بنبسط، عم شوف كله عم بخانق، يعني هلا عم بقول له لباسل وقت حدا يطلع لبرا على تشينج عم بيشجع اللي عم بفوت، الفريق عن جد قدرتوا تخلقوا سبيريت، يعني انا هيدي بقول هلا كنت عم بقولها سوري على لغياس يومين. انا اللي بدي اقوله انه هيدا الشغل مش بس عليك انت، اكيد عامل شغل كتير كبير، الجهاز الفني عامل شغل كتير كبير، الاداره عامله شغل كتير كبير، كلكم سوا عاملين شغل كتير حلو بهالفريق، لانه عن جد تتفرج بتلاقي الكل مبسوط، يعني حدا عم بحط باسكت الكل مبسوط له، حدا عم يطلع لبرا مبسوط، عم شو السبب شو كيف يعني قدرتوا تخلقوا حتى اذا حدا عم بيغلط هيدي عم بيحمسوه كمان، اهم هيدي اهم، خاصه وقت قشطنا بالاخر لانه خلص فلت الجيم، غير كوتش غصان شوي الكومبيناين اللي بتبعه صاروا سارعين علينا، ونحن نزلنا يعني خمسه بس اني اسرع ضلهم اسرع منه. هيدا الشغل مثل ما قلت اداره واعيه ديسنت بتفهم باسكت، ما بتتدخل بادوار غيرها، وراها جهاز فني متماسك متعاون متفاهم، ولعيبه قبضيات اكيد بعدني عم بقول عم بيلعبوا بقلبهم وعم بيأثر كتير ايجابيا على عقلاتهم وعم بيريحهم هيدا الشيء. اللي برا عم بقول لك يعني عم بقول لهم من برا شو الانستراكشنز خاصه على الديفنس، يعني مثل ما بتعرف يمكن حكيناها باول جيم احنا 66 افريج تبعنا اجينست، يعني ديفنس 67 اليوم طلع على 75 بس الحمد لله. بيجي بقول لك لانه انتم كمان عم تلعبوا سريع، وقت تلعبوا على الفاست بريك سريع في اتمس اكثر بيصير اكيد بيجي، وكمان احنا كثير فارقين اوفنسيفلي من اول موسم، يعني أكيد. ضد الهومنت حطينا 68 رجعنا حطينا 63 مع الرياضه رجعنا 66 مع الويزه، يعني صرنا عم نطلع على 92 وال86 والهيدا الحمد لله. الشباب مرتاحين كلنا مرتاحين
مش بدي اشكر الكل، بدي اشكر الكل. طب انا هلا سؤال هلا سالته لباسل بدي اسالك اياه لك، صار فيكم تحلموا باكثر من الفاينل فور؟ لا لا، خلينا وليد لانه هلا بكير، هلا بس نوصل على قبل مرحله الفاينل فور فينا بحق لنا نحلم. هلا لا، هلا عنا ماتش المتحد الاحد بدنا نحضر له بكره، يعني بكره ما في رياحه، بدنا نروح نحضر له وان شاء الله على ارضنا، ان شاء الله على ارضنا كمان مندافع عن هالما عن ارضنا بهذا الدفاع الحلو، وبننتقل للراوند 2 يلي حنبلشها كمان بهومنت من رياضي حكمه يلي هيدا شيء مش هين. يلا جود لك باتريك، يعطيكم العافيه، كتير مبسوطين فيكم. مشاهدينا بكره بكره في جيم رح يكون كتير حلو بين الهومنتمن والرياضي بمزهر الساعة 4 لوقتها باي.